حنحكي عن مشاكل القلب، ونحن دائما بنعرف انه حسب دراسات طبيه انه دائما المشاكل القلبيه عم تكون النسبه الاكبر لسبب الوفيات في العالم. اليوم هيك اخترنا نحكي عن اعتلال عضله القلب الضخامه. شو هو هذا الاعتلال اللي نحن بنعرف طبيا انه بيسبب الم بالصدر، بيسبب ضيق بالتنفس، عدم انتظام بضربات القلب، واحيانا الموت المفاجئ. أكيد يا رشا، يعني للأسف أمراض القلب منتشرة بشكل كبير بالفترة الأخيرة، ومثل ما ذكرت هي ممكن تكون خطيرة. واليوم نحن رح نحكي عن اعتلال العضلة القلبية الضخامي من الأمراض يمكن الوراثية، وفي كثير من الدراسات بتقول أنه ممكن تصيب الأطفال بنسبة 50%. الأعراض اللي نحن منتعرف عليها دائما إن كانت صعوبة بالتنفس أو ألم الصدر، ولكن كثير بيقولوا أنه هي الأعراض ممكن ما تظهر ببداية أو ممكن تختلف من شخص للتاني. اليوم مشاهدينا ضمن فقرتنا الصحية الطبية رح تعرف أكثر على الموضوع، على الأسباب وطرق العلاج، مع ضيفنا اللي صار ضمن الاستوديو الدكتور حسن الإبراهيم، اختصاصي بالأمراض الداخلية وأمراض القلب. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وصباح الخير لكم ولكل الأخوة المشاهدين. يسعد صباحك يا حكيم، نورت صباحنا لليوم. خلينا هيك نروح للتعريف الطبي موضوع فقرتنا لليوم، هو اعتلال القلب الضخامي. شو هو هذا الاعتلال؟ كيف بيصيب؟ وهل له حالات أو هو نوع واحد؟ اعتلال يعني هو مرض من العلة، فاعتلال العضلة القلبية يعني هو مرض يصيب العضلة القلبية. هلأ اعتلال العضلة القلبية له أنواع متعددة. نحن خلينا نحكي عن شكلين أساسيين وكبار من اعتلال العضلة القلبية، يلي هو اعتلال العضلة القلبية الضخامية اللي عم تسأليني عنه، وفي مرض تاني اسمه اعتلال العضلة القلبية التوسعي. هلأ شو الفرق بين اثنين؟ اعتلال العضلة القلبية بالضخامي هو مرض يصيب العضلة القلبية وجدران العضلة القلبية، تصاب فيها الجدران بالتسمك، بتزداد سماكة جدار العضلة القلبية. زيادة هالسماكة هي رح تخلي خروج الدم من البطين الأيسر إلى الأبهر بصعوبة، وبيكون في تضيق في مخرج البطين الأيسر، وبيصير في ضغط عالي بالبطين الأيسر، ويصير الضغط واطي بالأبهر، وبيصير في ممال للضغط من البطين إلى الأبهر. حجم القلب هون بيكون طبيعي، حجم البطين الأيسر بيكون طبيعي. هالعائق اللي موجود اللي هو السماكة هي في مخرج البطين الأيسر، هالسماكة هي اللي بتساوي لنا الأعراض وبتضيق مخرج البطين الأيسر. واعتلال العضلة القلبية الضخامي ممكن يكون منتشر في كامل جدر البطين، وممكن يكون موضع في منطقة معينة، ممكن يكون في قمة البطين الأيسر، ممكن يكون بس بمخرج البطين الأيسر أو الحجاب بين البطينين، أو بيكون في كل جدر البطين الأيسر. لكن على كل الأحوال حتى لو ما كان بمخرج البطين الأيسر، حتى لو كان بالقمة وهذا شكل قليل منه، هذا ممكن يساوي لنا اضطرابات نظم مفاجئة، واضطرابات النظم بتكون قاتلة. هلأ شو الفرق بينه وبين اعتلال العضلة القلبية التوسعي؟ اعتلال العضلة القلبية التوسعي بيصير في توسع بالبطين الأيسر، وهذا التوسع بيساوي ضعف شديد بالقلب، وبيصير يكبر حجم القلب، وبيصير القلب لما عم يتقلص ما عم يتقلص بشكل جيد، وما عم يعطي نتاج دم كافي، وبيساوي لنا أعراض معينة تختلف إلى حد ما عن الأعراض اللي بنشوفها باعتلال العضلة القلبية الضخامي. الآن شو سبب هذا المرض؟ الاعتلال العضلة القلبية الضخامي هو مرض يعني عادة ما بيكون تالي لأمراض معينة، ممكن يكون تالي لارتفاع التوتر الشرياني، ممكن يكون تالي لتضيق في الصمام الأبهري اللي هو بين الأبهر والبطين الأيسر، فنتيجة هالضغط العائد على البطين الأيسر يرتكس البطين لحتى العضلة تشتغل بشكل جيد وتعطي نتاج كافي، لازم تقاوم هالضغط، فبتبلش ترتكس جدر البطين الأيسر وتتسمك مع الزمن شوي شوي، وهذا عادة بيكون منتشر. لكن السبب الأساسي لاعتلال العضلة القلبية الضخامي هي الوراثة، فإذا هو مرض وراثي ينتقل من الأبوين بصفة قاهرة، وهذا هو هون اللي نحن ما بنقدر عادة نتحكم فيه.
فإذا هذا هو اعتلال العضلة القلبية نعم. الضخامي هو مرض وراثي ينتقل بصفة قاهرة، الوراثة بتلعب دور فيه. أما إذا كان ارتكاسي تالي لارتفاع التوتر الشرياني أو التضيق الأبهري فهون ممكن نحن نلعب بالوقاية إلى حد ما من المرض. تمام دكتور، خلينا ننتقل للأعراض أو العلامات والدلالات يمكن تظهر عند الشخص ونحن نعرف أنه عنده إصابة باعتلال القلب الضخامي. هل هي الأعراض تفرق من الشخص للتاني، بتفرق عند الكبار والصغار؟ خلينا نوضح للمشاهدين أكثر عن الموضوع. خلينا نرجع نحكي شو هو أسباب اعتلال العضلة القلبية التوسعي. اعتلال العضلة القلبية التوسعي هو مرض ثاني وأسبابه ممكن يكون اعتلال العضلة القلبية الضخامي. إذا مرض اعتلال العضلة القلبية الضخامي بعد فترة من الزمن بتوسع البطين وبيصيروا بيفوتوا بيصيروا من النوع الثاني. هلأ النوع الثاني أسبابه طبعا كثيرة، ممكن تكون بسبب ارتفاع التوتر الشرياني أو التضيق الأبهري، وممكن يكون بسبب مرض شائع جدا نحن بنشوفه عادة عند كل المرضى القلبيين اللي هو الداء الإكليلي وجلطات القلب وهدول التصلب العصيدي اللي هو بينتهي آخر شيء باعتلال العضلة القلبية التوسعي. هلأ شو الأعراض اللي بنشوفها باعتلال العضلة القلبية الضخامي؟ هي عادة الخفقان، التعب واللهتة وضيقة النفس، ممكن نشوف أحيانا نوب من الغشي، أحيانا ممكن نشوف آلام خناقية، المرضى بنلاقيهم عم يشكوا من ألم صدري وخناق صدر. وهي الأعراض سببها كلياتها بسبب نتاج العضلة القلبية، البطين الأيسر ما عم يعطي دم كافي وبالتالي بالمريض بحس بخناق صدر وخاصة أثناء الجهد. لكن أحيانا ما بيكون المرضى عندهم أعراض نهائيا، وهذا المرض نحن عادة بنشوفه عند الصغار بالعمر، يعني في مرحلة الشباب الباكر في الأعمار بين 15 20 30 35 سنة. أحيانا ما بيتظاهروا بأي عرض نهائيا وفجأة بنلاقي صار موت مفاجئ. هو إذا السبب الأساسي للموت المفاجئ عند الأعمار المبكرة، وغالبا يعني ما بنشوف الوفاة بتصير بعد جهد شديد. مثلا الناس اللي بيروحوا على الجيش وبيمارسوا الرياضة بتلاقي شب وما عنده أي مشكلة وما عنده أي عرض فجأة طب ومات. أو الرياضيين اللي بيمارسوا مهنة الرياضة خاصة كرة القدم لأنه فيها جري وفيها جهد شديد بنلاقي فجأة. ولذلك هدول عادة لازم ينفحصوا ويتساوى لهم إيكو قلب قبل ما يعني يمارسوا الرياضات العنيفة أو الرياضات اللي فيها جهد شديد. إذا هو بدون أعراض أحيانا بنشوف موت مفاجئ، والموت المفاجئ القلبي هو أهم سبب، هو سببه هو اعتلال العضلة القلبية الضخامي عند هدول الناس. طيب دكتور، حضرتك ذكرت بعض الأعراض، هل ممكن هاي الأعراض تتشابه مع حالة ثانية؟ يعني حضرتك عم تحكي بأعراض أي حدا بيشعر فيها مننا، يعني إن كان المدخنين اللي بيأرجلوا اللي بيطلعوا جري فبيحسوا إنه هنن داء نفسهم، هنن صار عندهم خفقان زيادة، هل دائما هاي الأعراض مرتبطة بالأمراض القلبية أو لا؟ هي الأعراض هي أعراض قلبية بحتة. هلأ نحن ضيقة النفس لما نشوفها عند المرضى اللي بيدخنوا، مرضى التهاب القصبات والمزمن الساد، هدوليك عادة بيشكوا من سعال وبيشكوا من ضيق نفس وبيشكوا من زلة جهدية. هون أحيانا بتشوف الأعراض ممكن على الجهد وممكن تشوفيها بالراحة. أحيانا المرضى يصابوا بنوب غشي. شو يعني نوبة غشي؟ يعني نوبة الغشي هي نوبة الغشي، هي نوبة فقد الوعي. بتلاقي المريض فجأة يعني غاب عن الوعي هيك ورد رجع صحي، لكن ما بيفقد الوعي. هي بتختلف عن النوبة العصبية، النوبة العصبية عادة بيكون فيها فقد وعي تام، ممكن يصير فيها اختلاجات وتشنج عضلي وبيصير فيها زبد بالتم وبيصير فيها انفلات مسرات أو أعراض تانية. لكن هون نوبة الغشي بتلاقي المريض داخ وقع أحيانا بعدين رجع صحي. ليش؟ لأنه بيصير عندهم هدول المرضى اضطرابات نظم، فبتلاقي المريض بيصير عنده تسرع قلب شديد مفاجئ بعدين بتروح النوبة تماما. فهي هي أعراض قلبية بحتة، لكن هالأعراض ممكن نحن نشوفها بأمراض تانية. لكن عادة الطبيب بيتوجه من خلال وصف الأعراض عند المريض لأنه هي النوبة هي ألم قلبي أو هي يعني نوب قلبية. الألم الخناقي ما بيصير إلا في الألم القلبي. الألم الخناقي هو سببه عدم إرواء الشرايين اللي بتروي العضلة القلبية بالأكسجين، وبالتالي نحن بهدول المرضى عادة على الجهد الشديد ممكن نشكي من ألم خناقي. ليش بيصير هالألم الخناقي؟ بحس بأنه عم يختنق دكتور، بحس حاله وجع بصدره وخنقه وغصة وعلى دقنه وعلى كتفه اليسار، وهذا الوجع بيزيد أثناء المشي. ليش بيصير؟ بيصير عادة لأنه المريض صار عنده سماكة إضافية في جدر العضلة القلبية، هي بدها شرايين لترويها أكثر، بدها تروية أكثر، فالشرايين العادية ما عاد كفت في إروائها، وبالتالي هن ما بيتحملوا الجهد الشديد.
هلا هي الاعراض بتختلف الى حد ما عن اعتلال العضله القلبيه التوسعي، يلي هنيك بصير القلب غير قادر على ضخ الدم بشكل جيد، الدم بصير بيرجع على الرئتين، ممكن يصير عندهم لهتة وضيق نفس، وخاصة أحيانا لما يتسطحوا على ظهرهم بالليل بيحس المريض كأنه جبل على صدره، كأنه واحد عم يخنقه، بيضطر بيقعد لحد وبيقوم من فرشته وبيوقف يعني على الشباك لحتى يقدر يشم هواء، وأحيانا بيحس بخراخر بصدره وممكن يشكي من سعال وما عاد يتحمل الجهد نهائيا، بتلاقي المريض عم يمشي 10 أمتار بيصير يتعب ويلهت، أو بيطلع درج طابق واحد بتلاقيه ما عاد يقدر يطلع يكمل طلعة الدرج. فهدول الأعراض يختلفوا إلى حد ما عن أعراض اللي بنشوفها باعتلال العضلة القلبية، اللي أهمها هو الخفقان واللهتة وضيقة النفس وطرقة القلب وخناق الصدر. تمام دكتور، يعني عم تحكي عن الأعراض وهي جدا يمكن كثيرة ومؤلمة ومزعجة للشخص المريض. طيب في حال صارت معنا هي الأعراض شو كيف ممكن نتصرف؟ شو هي الإسعافات الأولية اللي لازم نحن نتبعها اليوم قبل ما يمكن نروح على المشفى؟ هلأ هو الأعراض عادة تحدث بسبب تسرع القلب. أهم شيء بالموضوع أنه نحن نحاول نضبط سرعة القلب، ولذلك أهم شيء أنه نحن نعطي الأدوية يلي تبطئ العضلة القلبية وتخلي النبض عادة أو عدد ضربات القلب عادة بال50 لل60 تقريبا. نحن لما نضبط سرعة القلب بتخف الأعراض بشكل واضح، والأدوية اللي بتضبط سرعة القلب هي أدوية كثيرة متنوعة، أهم شيء فيها هو حاصرات المستقبلات بتا يلي بتخلي القلب ما بيتسرع زيادة وبتخلي المريض يتحمل الجهد إلى حد ما. يجي بعدها الأدوية الحاصرة لمستقبلات الكالسيوم، وخاصة الفيرباميل يلي هو ممكن يضبط سرعة القلب وما يخلي القلب يتسرع ويحمينا المريض من الخفقان والتسرع واللهتة وضيقة النفس وبيخفف الأعراض بشكل واضح. وممكن نستعين احيانا بمضادات اضطراب النظم القلبيه اللي هي ما بتخلي يصير عندنا تسرع قلب او رجفان اذيني او خربطه بضربات القلب حتى القلب يضل يشتغل بشكل جيد. اذا اهم شغله انه نحن نضبط سرعه القلب. هلا لما يتطور الامر لاعتلال عضله قلبيه توسعي ويصير في ضعف شديد بالقلب، وقتها بتختلف الادويه، لازم نحن نضيف مدرات او حتى ممكن نعطي الديجوكسين اللي هو بيبطئ العضله القلبيه في المراحل الاخيره او النهائيه. اما اعطاء الديجوكسين في اعتلال العضله القلبيه الضخامي فهو ممنوع وما بيصير ينعطى ابدا لانه هو بيزيد الاعراض. هون عم نحكي خطه علاج دكتور. فخطه العلاج اذا تعتمد على التشخيص ومراحل المرض، هي اهم شغله. من شخص لآخر حسب الحالة أكيد يعني. كل مريض حسب فحصه وحسب الأعراض وحسب المرحلة اللي هو فيها حتى نحن اليوم. ممكن نحط خطة العلاج المناسبة اللي بتخفف له الأعراض وتخفف له اللهتة وضيقة النفس. هلأ اعتلال العضلة القلبية الضخامي الساد يلي ما عم يقدر يطلع الدم، ما في يعني نتاج كافي والدم ما عم يطلع بسبب هالعائق اللي موجود قدام الدم، هذا علاجه الوحيد هو الجراحة. يكون في وهذا الجراحة هم بدها خبرة معينة، بدها يعني جراحين معينين عندهم خبرة خاصة لحتى يقدروا يقيموا إذا في غشاء مثلا هو عم يعيق مرور الدم، أو إذا في يعني سماكة شديدة يحاولوا يصلحوا هالسماكة هي بحيث تنقص الممال وتخفف الضغط يلي بالبطين الأيسر ويصير الدم يجري بسهولة من البطين الأيسر باتجاه الصمام الأبهري والأبهر. طيب دكتور، اليوم هذا المرض اعتلال العضلة القلبية الضخامي ممكن نشفى منه؟ اعتلال العضلة القلبية الضخامي لا يمكن الشفاء منه لأنه هو في تشوه بالأساس بالعضلة القلبية، لكن تخفيف الأعراض هو الخطة العلاجية، والجراحة يلي هي ممكن تلطف لنا المرض وتصلح لنا إياه إلى حد ما. طيب دكتور، يعني نحن معروف خلينا نقول ما بدنا نعمم القصة، ولكن بشكل كتير كبير دائما نحن بنروح بالحالة الإسعافية على أي اختصاص طبي بحياتنا، هذا الشيء أكيد بيعمل له أثار كتير سلبية، له مضاعفات على الجسم. هذا المرض في حال تم إهماله أو مراجعة الطبيب المختص بالوقت المناسب، شو أهم المضاعفات اللي ممكن يعيش فيها المريض؟ دائما أنت عندك عائق أمام خروج الدم من البطين الأيسر، هذا العائق يجب أن يزال. لما يبقى هالعائق البطين الأيسر بدي يحاول يعطي نتاج كافي لحتى يروي الجسم، لحتى الإنسان يقدر يقوم بعمله، فلحتى يشتغل البطين بدي يصير يضغط أكثر، بدي يرتكس أكثر، لكن مع الزمن
هالبطين اذا نحن ما عالجناه وما عالجنا المرض بده يبلش يتوسع شوي 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 وبيصير في عندنا ضخامه وتوسع بالعضله القلبيه ويتطور للنوع الثاني اللي حكينا عليه من شوي، وبهالحاله بفوت المريض بقصور قلب. هلا ما في حل ثاني الا انه نحن نصلح المرض اذا كان قابل للتصليح او استبدال العضله القلبيه، نقل القلب. في تبرع بالعضلة القلبية ونستبدل القلب كلياته ممكن بقلب صناعي وهو يعني أو بمتبرع. طبعا المتبرعين ما في متبرعين، إنما يعني حوادث السيارات اللي بيموتوا فيها شباب في أعمار مبكرة وبيكونوا موصين بأنه يتبرعوا بأعضائهم، ممكن نحن هدول نلاقي له قلب ونرجع نزرع له القلب. إذن هو المرض ما في منه شفاء، ونحن إذا أهملناه رح يتفاقم ويتطور لاعتلال عضلة قلبية توسعي وممكن ما يوصل المريض لهالمرحلة هي. إذا أهملناه ممكن يموت المريض فجأة. طيب. ونحن قلنا من شوي أنه هو السبب الرئيسي المفاجئ للوفيات بأعمار مبكرة. صحيح. وتصوري نسبة الوفيات عالية ونسبة الوفيات هي 1-6% تقريبا بالسنة سنوي. طيب دكتور، طالما أنت عم تقول وراثي، هل هو مكتشف من قبل الطبيب المختص بعمر أصغير أو بحالة عند الولادة؟ يعني إذا هذا الطفل خلق وعنده مشكلة قلبية هل ممكن يتم كشفه فورا؟ عادة المرضى يكشفوا بالصدفة، فهن أثناء مرورهم أو فحصهم من قبل طبيب الأطفال أو بالكبار بالعمر شوي، وقت يمروا لعند طبيب ويصغي قلبهم بنلاقي فيه نفخة، فهو الطبيب وقت يسمع فيه نفخة مو طبيعية بيتحول لمريض القلبية. مريض القلبية رأسا وقت يعمل له تخطيط قلب بيلاقي فيه تبدلات تخطيطية معينة تتماشى مع المرض. هلأ وقت يعمل له إيكو قلب، الإيكو القلب هو التشخيص أو هي الوسيلة التشخيصية المهمة تقريبا الوحيدة. طبعا ممكن تشخص بالقسطرة، بس الإيكو القلب أو التصوير بالأمواج فوق الصوتية هي الوسيلة الوحيدة لتشخيص المرض. إذن كل المرضى اللي بيشكوا عادة من أعراض وقت يراجعوا الطبيب ويصغي لهم قلبهم وبنسمع هالنفخة هي بيلاقي عندهم في مشكلة بالقلب، وقت يساوي إيكو القلب بيتشخص المرض. تمام. هلأ وقت يتشخص المرض نحن ممكن نعالجه، أما يعني في أحيانا بشكل فحص عابر ممكن يتشخص المرض. تمام دكتور، بالختام هيك نصائح سريعة للمشاهدين للحفاظ على صحة القلب ولنركز على أهمية الكشف المبكر عن أمراض القلب. هلأ أكيد الفحص الدوري للناس العاديين يعني ممكن يكشف المرض، لكن في ناس كتير ما بيساووا فحص دوري. هلأ كل المرضى يلي بيشكوا عادة من آلام خناقية أو من تعب ولهتة أو خفقان أو تسرع بالقلب أو نوب غشي، هدول المرضى لازم يعرضوا حالهم على طبيب لحتى نحن نقدر ندبر الأعراض يلي بتصير عندهم ولحتى نحميهم من الموت المفاجئ. أهم شيء أنه نحن العقبة الأساسية هي الموت المفاجئ، ولحتى تحمي المريض أنت من الموت المفاجئ لازم أنت تضبطي الأعراض بالأدوية، وإذا ما انضبطت الأعراض بالأدوية أو تحول المريض وتفاقم وصار عنده اعتلال عضلة قلبية توسعي، لا شك أنه في عنا شيء اسمه بطارية. هالبطارية هي بتحمي المريض من اضطرابات النظم القاتلة، حتى بتتغير دكتور وبتتعب. فخلينا نروح للقصص اللي نحن بنحمي فيها هذا القلب، إن كان بالكشف المبكر إن كان في أنه نحن ننتبه لأي عرض ممكن نحن نحس فيه. دكتور كتير شكرا لحضورك اليوم، حديث القلب كتير طويل يعني يحتاج لحلقات، حتى يعني بنطرق بحلقة آخر للموضوع النفسي وتأثيره على عضلة القلب. شكرا دكتور، نتمنى لك التوفيق وصباحك حلو. شكرا كثير لكم، ونحن بنتمنى دائما الشفاء والصحه والعافيه لكل مرضى. اكيد. بالختام الدكتور حسن ابراهيم اختصاصي بالامراض الداخليه وامراض القلب، اهلا وسهلا فيك دكتور نورتنا. شكرا كثير. شكرا.